في للنشر هذا الأسبوع، أهالي مختطفي أعزاز يحاورون الأتراك عبر للنشر بعدما دفع الملايين لتعليم ولديه. فوجئ أن المدرسة مجانية قبل ذهابه إلى المريخ بلا رجعة. الطيار السعودي عبدالله زهراني يخص للنشر بمقابلة حصرية. طب أم شعوذة؟ فلبينيون يستأصلون الأمراض بأصابعهم، والشاطر يلاقي الجرح. للنشر مع توني خليفي، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.